مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصر وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. هذا البرنامج برعاية بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان. بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. مستمعينا مشاهدينا، أهلا بكم إلى برنامج مساء الخير يا وطن، وجولة مسائية نناقش فيها آخر التطورات الميدانية والسياسية والاجتماعية وحصاد اليوم الإخباري عبر شبكة وطن الإعلامية. تستمعون إلينا عبر الموجة 99.2 FM، تشاهدوننا عبر التلفزيونات التفاعلية، بثنا المباشر على موقعنا الإلكتروني وطن.net، وبثنا المباشر عبر صفحتنا على فيسبوك وكالة وطن للأنباء. سنكون معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود معطان، من التنسيق والإخراج التلفزيوني الزميل محمد الزاغة، وسأكون معكم من الإعداد والتقديم سماح الكحلة. برنامج مساء الخير يا وطن يأتيكم برعاية بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. ونبدأ جولتنا بأبرز ملفاتها. الاحتلال يحول القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية استعدادا لمسيرة الأعلام التي ينظمها المستوطنون غدا. والمخيمات تصعد احتجاجاتها ردا على استمرار تعنت إدارة وكالة الغوث في الاستجابة لمطالب العاملين فيها. وفي قصة اليوم تبصر بعيني والدتها، الكفيفة هنادي تتحدى الإعاقة وتنال درجة الماجستير بامتياز. إلى التفاصيل. حولت شرطة الاحتلال مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية، حيث رصدت نحو 3000 جندي لتأمين ما يسمى بمسيرة الإعلام والمقررة مساء غد الخميس. وذكرت القناة السابعة العبرية أن جيش الاحتلال قرر أيضا تعزيز منظومة القبة الحديدية خشية وقوع هجمات صاروخية من قطاع غزة بالتزامن مع المسيرة، في حين دعت منظمات استيطانية إلى أكبر اقتحام للأقصى صباح غد الخميس، وتسعى إلى إشراك أكثر من 5000 مستوطن في عملية الاقتحام التي تسبق مسيرة الإعلام السنوية.
ويعقد وزير الأمن القومي لدى الاحتلال إيتمار بن غفير جلسة مشاورات أمنية موسعة اليوم للوقوف على آخر الاستعدادات لتأمين الاقتحام والمسيرة. وعلى صعيد آخر، فسيشارك في هذه المسيرة 7 وزراء وأعضاء كنيسة من حكومة اليمين، وعلى رأسهم المتطرف إيتمار بن غفير. هذا وحذرت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال من الإصرار على تنظيم مسيرة الإعلام، وأكدت أنها ستقود إلى التوتر وتفجير الأوضاع. هذه الصور التي تشاهدونها الآن عبر شبكة وطن الإعلامية وعبر تلفزيون وطن هي لمستوطنين يرفعون أعلام الاحتلال قرب باب الخليل في القدس. هذه الصور يعني وصلت قبل قليل من مدينة القدس المحتلة، وكذلك شرطة الاحتلال تكثف من تواجدها بشكل كبير في القدس في هذه الأثناء، كما قلنا تحولها إلى ثكنة عسكرية لتأمين مسيرة الأعلام. وللحديث أكثر والمتابعة في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي السيد أحمد الرويضي، مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس. سيد أحمد، أهلا بك إلى مساء الخير يا وطن. أهلا بك، مساء الخير. يعني سيدي، بداية القدس تحولت إلى ثكنة عسكرية لتأمين مسيرة الأعلام غدا، كيف تنظرون إلى ذلك؟ يعني أولا هناك مستجدات جديدة هذا العام تؤشر لأنه إحنا في مرحلة خطر حقيقي. هذه المرة دعوة من رئيس حكومة الاحتلال مباشرة لهذه المسيرة، وليس من قبل الجماعات الاستيطانية، والتي أيضا تطور معها تهديد حقيقي بالقتل لكل من يقف أمام هذه المسيرة، وهذا تهديد يحمل مسؤولية كبيرة في ظل صمت دولي لا يحاسب مسؤول بحجم رئيس وزراء الاحتلال يصدر قرار بالقتل لكل من يعارض مسيرة الإعلام. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، هي تحاول إسرائيل من خلال هذه المسيرة تكريس عملية الضم وفرض سيادتها وكأنها صاحبة القرار بالقدس الشرقية، وكأن القدس الشرقية جزء من عاصمتها. أنا لا أفهم كيف عاصمة بالعالم 6000 رجل أمن خصص لحماية هذه المسيرة. نحن في منطقة محتلة، ولن تغير هذه المسيرة من أن القدس محتلة وأن إجراءات الاحتلال سواء بالهدم والتهجير القسري واستهداف مقدساتها أن إسرائيل نجحت في برنامجها. بالعكس، في كل مرة يثبت أبناء القدس أنهم قدر المسؤولية وأنهم قادرين على الوقوف أمام مخططات الاحتلال. في المسألة الثالثة، نحن أمام تعهدات وقرارات وأممية مختلفة صدرت عن سواء محاكم دولية أو عن الأمم المتحدة، الآن مطلوب تنفيذها فيما يتعلق في القدس. وهذا الصمت الدولي ضد هذه المسيرة حتى اللحظة، وما تحمله من معاني تهديد بالدم وغير ذلك من المصطلحات التي استمعنا لها من حكومة إسرائيل، يدلل على أن هذا المجتمع الدولي أعمى ولا يرى ما يحدث هنا. لذلك مطلوب حماية دولية عاجلة لهن بالقدس أمام هذه الجرائم. طيب سيد أحمد، أنت ذكرت أن المسيرة دعا إليها المتطرف الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، ليس هذا فقط وإنما 7 من الوزراء وأعضاء الكنيسة في دولة الاحتلال سيشاركون أيضا في هذه المسيرة، هذا الأمر إلى أي مدى سيجعل الوضع أكثر صعوبة غدا؟ لا، هي الأمور واضحة أنها متجهة للتصعيد غدا. يعني تهديدات لأبناء البلدة القديمة، إغلاق المحلات، اعتقالات يعني احترازية تمت خلال اليومين الماضيين العديد من أبناء شعبنا وأبنائنا في القدس. هذا يؤكد أنه غدا سيكون يوم يعني لا أحد يتوقع نتائجه، ولكن من يتحمل المسؤولية الكاملة هي سلطة الاحتلال، هي التي تسخن الأمور، هي التي تحاول أن تفرض بالقوة العسكرية هذه المسيرة على شعبنا، وهي التي تحاول أن تؤكد أنها صاحبة السيادة. بالعكس، كل المؤشرات تؤكد أنه إحنا في منطقة محتلة وأن إسرائيل فقط قوة احتلال وأن هذه المسيرة لم تغير من هذه الحقيقة شيء. لكن ما نطلب من المجتمع الدولي أن يفتح عينيه وأن يكون له كلمة. القدس بحاجة إلى حماية دولية عاجلة
تحمي أبنائها من الجرائم المتوقعة خلال الأيام القادمة في ظل هذا التهديد اللي بيطلقه رجال اليمين وأعضاء بحكومة الاحتلال ومنهم نتنياهو نفسه. لذلك موضوع حماية أهلنا بالقدس أحد الأشياء الهامة اللي بنتحدث فيها الآن مع مؤسسات دولية وقناصر وسفراء دول في القدس اللي أطلعناهم على ما يخطط تجاه أبناء شعبنا. وبالتالي احنا بنحذر غدا لا سمح الله مجزرة ما أو يعني حدث صعب يحدث لا سمح الله ضد أبناء شعبنا وضد أهلنا في البلاد القديمة غدا في ظل ما يخطط. أيضا في هذه المرة دعوات اقتحامات المسجد الأقصى المبارك. نعم. وهذا يعني موضوع أيضا خطير جدا. بالضبط هذا ما أريد أن أسأل عنه سيد رويضي. يعني الرئاسة الفلسطينية حذرت الاحتلال من المسيرة المخطط، هل تتوقع أن يسير كما هو بأن تدخل المسيرة عبر باب الأصوات كما تريد الجماعات الاستيطانية إلى يعني باحات المسجد الأقصى المبارك؟ وإذا حدث مثل هذا الأمر كيف ستكون الصورة بتوقعك؟ بدي أقول لك يعني دعوة لمسيرة تأتي من حكومة الاحتلال. هل تتوقعين أن حكومة الاحتلال تمنع تحركها لأين تريد؟ طب ما هي اللي دعت إلها أصلا. لذلك يعني شو هذا التناقض؟ يعني شروط الاحتلال بتمنع المسيرة بتخليها فقط تقف في مناطق محددة في باب العمود وتمنحها في مناطق أخرى؟ بالتأكيد إحنا أمام خطر حقيقي، وبالتأكيد أن هناك من يهدد حياة أبناء شعبنا، وبالتأكيد أن هذا الموضوع يأخذ يعني منحنى جديد فيه خطر حقيقي على حياة الناس في البلدة القديمة غدا في ظل إجراءات أمنية معقدة تمنع الوصول إلى محيط البلدة القديمة. لذلك توقعاتنا أن غدا يوم صعب، ومن هنا يأتي تحذيرنا للمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بأن يقف ويحكي كلمته بشكل واضح أمام ما يخطط وأمام ما يرسم غدا بالقدس لفرض هذه المسيرة على القدس وعلى أهل المدينة. طب سيدي، يعني هذه المسيرة تأتي ضمن سلسلة من الهجمات الشرسة التي تتصاعد في الآونة الأخيرة ضد القدس والمقدسيين، ما الذي يسعى الاحتلال اليوم إلى تكريسه في المدينة المقدسة؟ هو مبدأ السيادة، هو يريد تعزيز ضمن القدس ويريد أن يظهر بأنه صاحب السيادة وأنه لا وجود لأي سيادة أخرى في المدينة، لأنه متفق مع إجراءات التهجير القصري والسيطان والهدم وإطلاق المؤسسات ملاحقة للشخصيات الوطنية التي كانت الرموز في هذه المدينة منها محافظ القدس، وأيضا يعني اعتداء على الوصاية الأردنية. طب أنت عم نشاهد المشاهد في داخل المسجد الأقصى المبارك، كيف تمنع الأوقاف من إيصال سجاد، من إجراء أعمال التعمير والإعمار، من القيام بالحراسة الأمنية، وحتى خطباء المسجد الأقصى المبارك بعضهم مبعد عن المسجد بقرار إسرائيلي. يعني حتى في الأمور الدينية تتدخل إسرائيل، هي لا تحترم الوصاية الأردنية. كل التعهدات واللي بتحدث فيه إعلانيا أنه بيحترم الوصاية الأردنية وما قدموه من تعهدات في شرم الشيخ والعقبة، هذا على أرض الواقع لن يتحقق. لذلك المعركة في القدس مفتوحة، والاحتلال يريد أن يثبت أمر عاجز عنه خلال منذ عام 67 أنه صاحب سيادة مطلقة على الأرض. في النهاية هناك شعب فلسطيني في كل مرحلة كان بقدر المسؤولية، أفشل كل مخطط للاحتلال، وآخرها كان البوابات الإلكترونية وباب الرحمة وأفشل جراح وهذا حي البستان في سلوان وغيرها من الأحياء المهددة بالتهجير القصري. نعم، سؤالي الأخير لك في هذا المضمون وهذا الإطار، المقدسيون كيف يستعدون ليوم الغد، خاصة أن الاحتلال أيضا صباحا يستعد المستوطنون لاقتحام كبير، ويعني 5000 مستوطن تم حشدهم كما يقال لاقتحام كبير للمسجد الأقصى يسبق مسيرة الأعلام مساء، كيف يستعد المقدسيون لمواجهة مثل كل هذه التحديات غدا؟ يعني كما ذكرت لك هناك اعتقالات احترازية عديدة جدا تمت لبعض الشباب المقدسي خلال الأيام الأخيرة، واضح أنها مرتبطة في موضوع المسيرة. أيضا هناك تهديدات لتجار البلد القديم وسكان البلد القديم بعدم الحركة وعدم فتح محلاتهم، وهذا تهديد أيضا خطير يلحقهم. أيضا هناك 6000 عنصر أمن إسرائيلي سينتشرون في محيط البلدة القديمة، وهذا بالتأكيد سيشكل خطر على حياة الناس وتنقلهم. وتعرف أن عدد من المؤسسات موجود في البلدة القديمة وفي محيط البلدة القديمة، لذلك الوضع بالتأكيد غدا سيكون صعب وسيكون في اتجاه اللي من قبل سلطات الاحتلال لكسر إرادة المقدسيين. لكن هذه معركة قبلها المقدسي على نفسه، وكان في كل مرة تذكرين العام الماضي
يعني رفعت العلامة الفلسطينية رغم كل الحواجز ورغم كل الإجراءات الإسرائيلية المعقدة الأمنية اللي كانت في المكان. السيد أحمد رويضي مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في مساء الخير يا وطن. وإلى جولة على آخر التطورات الميدانية في المحافظات الفلسطينية. نبقى في القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد. هذا وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى، حيث دققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بوابات المسجد الخارجية. في القدس أيضا هدمت آلية الاحتلال بناية سكنية في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية بأن البناية التي هدمتها قوات الاحتلال بذريعة عدم الترخيص تؤوي 50 شخصا من عائلة الحسيني، حيث حاصرت محيط منطقة الهدم وأغلقت الطرقات لمنع الوصول إلى الموقع حتى الانتهاء من تدمير العمارة. وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت عائلة الحسيني قرارا لإخلاء المنزل تمهيدا لهدمه في العام 2018. في محافظة رام الله تواصل قوات الاحتلال لليوم الخامس على التوالي إغلاق مداخل قرية المغير شرق محافظة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المداخل الشرقية والغربية للقرية وتعرقل دخول المواطنين إليها والخروج منها. وذكرت المصادر ذاتها أن إغلاق مداخل القرية التي يسكنها آلاف من المواطنين يشكل تحديا ومعاناة كبيرة أمام الأهالي وبالأخص الطلاب. إلى محافظة الخليل جنوبا، استولت مجموعة من المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال على بئر مياه في منطقة مغير العبيد بمسافر يطة، ومنعت المواطنين من الوصول إليها أو رعي إغنامهم، وأتلفت 120 شتلة زيتون وما يقارب 50 دنما من المحاصيل الزراعية التي تعود ملكيتها لعدد من المواطنين. وفي منطقة قريبة من تجمع الزويدين شمال المسافر، أطلق المستوطنون أغنامهم في أراضي المواطنين وأتلفوا 50 دنما من محاصيل القمح والشعير تعود ملكيتها للمواطن فريد الحمامد. وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال مدرسة شعب البطم الأساسية في المنطقة وقامت بإزالة الأعلام الفلسطينية عن المدرسة واستولت عليها. في قطاع غزة، أطلقت زوارق الاحتلال النار باتجاه مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب مراكب الصيادين وقامت بملاحقتهم قبالة شاطئ الواحة، واضطر الصيادون للانسحاب إلى الشاطئ خشية من تعرض حياتهم للخطر. إلى ملف إضراب العاملين العرب في وكالة الغوث، أغلق اللاجئون وطلبة مدارس وكالة الأونر وفي مخيمات وسط الضفة الغربية الجلزون الأمعري وقلنديا مداخل هذه المخيمات لمدة نصف ساعة اليوم كخطوة احتجاجية على استمرار تعنت إدارة وكالة الأونر وبعدم الاستجابة لمطالب العاملين فيها. ودفع تعنت إدارة الوكالة اتحاد العاملين العرب في الوكالة للشروع بإضراب مفتوح عن العمل، ما أدى إلى توقف كافة الخدمات في المخيمات ومن بينها المدارس والمرافق الصحية والنظافة منذ ما يزيد عن 3 أشهر. ويخوض 8 عاملين في الوكالة أيضا إضرابا مفتوحا عن الطعام
منذ حوالي 23 يوما احتجاجا على عدم استجابة إدارة الوكالة لمطالبهم، والتي من بينها صرف علاوات طبيعة العمل، إضافة إلى مطالب تتعلق بزيادة الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين. لنا أكثر من شهرين ماشيين في الإضراب بسبب تنكر الوكالة لحقوقنا. في عنا مشاكل كثيرة صارت في المخيمات، من نظافة، من صحة. هم مش حاسبين حساب لا للكبار السن ولا المدارس. كمان في عنا أعضاء من الاتحاد لهم أكثر من 23 يوم مضربين، وهذا بيعرض حياتهم للخطر. وكمان إحنا عنا عضو رئيس الاتحاد اليوم بيخضع لعملية قلب مفتوح. كل هاي الضغوطات اللي صارت بالنسبة للاتحاد والعاملين أثرت على نفسياتهم. طبعا إحنا انحرمنا من شهرين من حقوقنا، من معاشاتنا بشهر رمضان المبارك وكمان العيد، وهذه طبعا مخالف للقيم الإنسانية. نتمنى أن الوكالة تعود إلى رشدها وتعطي وتنصف العاملين بحقوقهم من خلال هذا الإضراب. المطلوب تنفيذ مطالب الاتحاد العاملين العرب ووكالة الغوث اللي هي عادلة. بقدرش أدرس لحالي بالدار، ويعني بدي مس تشرح لي، وكمان يعني مع الطلاب يمكن أنا أجاوب غلط وبدي شرح يعني منيح. إحنا سكرنا التريك عشان مش راضين الوكالة يعطوا المعلمين راتبهم، فإحنا من يعني مش قادرين ندرس في البيت، لازم نروح على المدارس وراح علينا الفصل. نظمت جمعية الإغاثة الطبية يوما طبيا مجانيا بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم في مدينة البيرة تحت عنوان كيف نحمي أنفسنا من أمراض القلب والشرايين والسكري. وتشير إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية لعام 2022 إلى أن ما نسبته 31.8% من الفلسطينيين مصابون بمرض ضغط الدم ما بين أعمار 40 و70 عاما. نتابع التقرير الذي أعدته الزميلة يافا ديب. ارتفاع ضغط الدم أو القاتل الصامت كما تصطلح على تسميته منظمة الصحة العالمية، مرض ينتشر بشكل كبير ويهدد صحة الإنسان. ونظراً لخطورته خصص 17 من أيار كيوم عالمي لارتفاع ضغط الدم. وفي هذا اليوم نظمت جمعية الإغاثة الطبية يوماً طبياً مجانياً لأمراض القلب المزمنة في مدينة البيرة تحت عنوان كيف نحمي أنفسنا من أمراض القلب والشرايين والسكري. أشوف أنه الإغاثة الطبية فعلا حقيقة تهتم في كافة القضايا التي تتعلق بالمواضيع الصحية في فلسطين، ولها دور مميز للأمانة على مستوى كافة المحافظات وليس فقط في رام الله. وبالتالي من مهام هذه الإغاثة الطبية أن تتابع هذه القضايا، وهذه مسألة إيجابية على مستوى أن تحيي يوم ضغط الدم في العالم في رام الله. هذه الفعالية تنظم بشكل سنوي بهدف زيادة التوعية حول أعراض المرض وطرق قياس ضغط الدم، إلى جانب معرفة طرق الوقاية المبكرة، وتلقى الفعالية إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين. عادة بعد كل فعالية عماله بيجي عندنا ناس على المركز من نفس اليوم، يعني في ناس كتير بيجي عندنا بيكونوا مش عارفين انه عندهم ضغط، فإحنا لما ناخذ الضغط بيكتشفوا انه عندهم ضغط فبيبلشوا يشتغلوا على حالهم بهذا اليوم. مع ارتفاع نسب المصابين بالقاتل الصامت حول العالم، بات اليوم يشكل تحديا كبيرا أمام الصحة العالمية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 1.25 مليار شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم، نصفهم تقريباً لا يعرفون بإصابتهم، كما أن المرض بات ينتشر بين صغار السن في الآونة الأخيرة.
بالفترة الأخيرة عم ترتفع للأسف، حتى الناس صغار بالعمر يعني عم نلاقي يعني جلطات قلبية في عمر صغير يعني آخر العشرينات أوائل الثلاثينات، وهي أشياء جديدة، بكون عنده ضغط وبكون عنده سكر وهو ما بيعرف عن حالهم في ظل وجود الحياة يعني غير الصحية السليمة والتدخين والتوتر والسترس اللي احنا بنعيشه بشكل يومي. ومن المؤشرات التي تستدعي دق ناقوس الخطر داخليا أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن ما يقارب ثلث الفلسطينيين ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاماً يعانون من ارتفاع في ضغط الدم. إلى قصة اليوم، ومن رفح في قطاع غزة الشابة هنادي رضوان، كانت في سنتها الجامعية الثالثة تدرس البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية عندما استيقظت من النوم فجأة وقد فقدت حاسة البصر. شخصها الطبيب بانفصام لشبكية العين. كان الأمر صادم ومرعب لهنادي وعائلتها. بدأت رحلة علاج طويلة ولكن للأسف لم يعد بصرها. لم تستسلم لواقعها، أكملت دراسة البكالوريوس ولم تتوقف عند ذلك، فأكملت ونالت درجة الماجستير بامتياز. نتعرف على هنادي في القصة المصورة التي أعدتها الزميلة أمل بريكا. بعتبر حالي شخصيتي كتير إيجابية، بحب إني يعني أتعلم أشياء جديدة دائماً وأطور من حالي. بدأت إصابتي بالإعاقة البصرية بعمر 20، يعني فجأة هو بدون سابق أنذار إني صحيت من النوم مش شايفة ولا إشي حواليا، يعني مش قادرة إني أشوف ولا إشي، بس شايفة إشي أسود. فطبعاً أنا تفاجأت إنه مستغربة شو مالي شو صار. حكيت يعني للعيلة، مستغربوا بالأول فكروني إني مثلاً بمزح أو صاحية يعني بنكت وإشي زي هيك. ف أمي صدقتني، أنا حكيت لهم لا هنادي عن جد مش شايفة، ورحنا على الدكتور. بعد هيك قررت أنه خلص يعني هاي حياتي هاي عالمي الجديد، فلازم أني أتأقلم معه أتعايش معه أتعلم الشغلات اللي تمكنني أني أكمل، لأن كتير يعني أنا كنت طموحة أني أكمل في جامعتي أني أتخرج أني يعني أكمل في مستقبلي. بفضل ربنا وتوفيقه تخرجت من البكالوريوس معدل امتياز، وكنت صاحبة قصة نجاح بحفلة التخرج. والحمد لله من كرم ربنا بعدها حصلت على منحة استكمال دراسة الماجستير اللي طبعا كان طموحي كبير بالنسبة إلي، والحمد لله أن ربنا أكرمني بإني أحصل على منحة طبعا إني أدرس للماجستير بالجامعة الإسلامية لمرة تانية تخصص الصحة النفسية. والدتي أخذت على عاتقها وتحملت المسؤولية إنها تساعدني بخطوات الدراسة، إنها تكون هي بدل عيوني، يعني كانت تاخدني على الجامعة أحضر محاضراتي، تستنى بالجامعة لحد ما أخلص تاخدني أرجع على البيت. أنا كنت أسجل محاضراتي يعني، فكانت تقعد جنبي تسمع معي المحاضرة ونكتبها على دفاتر على أساس إنها يعني يكون إلي دفتر ملخص زي أي طالبة تانية. Thank you.
إذن إرادة وعزيمة هنادي ودعم والدتها أيضا أثبتت أنه لا يوجد مكان للمستحيل في قاموس المبدع والذي يحلم بالقمة. من هنا نقول كل التحية لهنادي ووالدة هنادي أيضا، ونتمنى لها كل التوفيق والنجاح. وإلى فقرتنا عودة إلى الذاكرة. اليوم هو 17 من أيار، وبالعودة إلى الذاكرة نستعرض لكم أبرز الأحداث التي شهدها التاريخ الفلسطيني في مثل هذا اليوم. في العام 1939 أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض الثالث بشأن القضية الفلسطينية، والذي تم فيه تقسيم فلسطين إلى 3 مناطق عربية ويهودية ودولية. في العام 1948 قوات الجيش الأردني تدخل مدينة القدس القديمة خلال الحرب. في اليوم ذاته الاتحاد السوفيتي يعترف بدولة الاحتلال، رغم أن الاتحاد السوفيتي السابق كان ينظر إلى الحركة الصهيونية كفلسفة سياسية أيديولوجية برجوازية متحالفة مع الاستعمار والإمبريالية، إلا أنه ساند قرار التقسيم وأيد إقامة دولة يهودية في فلسطين ومدها بالسلاح، وشجب دخول الجيوش العربية إلى فلسطين. في العام 1956 أعلن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تشكيل جيش التحرير الفلسطيني. جاء ذلك الإعلان كنتيجة لسلسلة من الأحداث الخطيرة بعد قيام ثورة عام 1952 ومحاولة دولة الاحتلال وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية استمالة مصر بالدخول في حلف بغداد، ومفاوضات سلام مع دولة الاحتلال وتوطين اللاجئين في شمال غرب سيناء أو ما يعرف بمشروع جونستون، في مقابل الاستفادة من الشق الاقتصادي في مشروع أيزنهاور نظرية الفراغ في الشرق الأوسط، والربط بين الجلاء عن قاعدة قناة السويس وتوطين اللاجئين. في العام 2006 استشهاد مقاومين من سرايا القدس وإصابة ثالث بجراح خطيرة في عملية عسكرية للاحتلال في نابلس، وهما مصطفى عبد الغني 20 عاما من بلدة صيدا قرب طولكرم، وعثمان صدقة 26 عاما من قرية عنزة قرب جنين. أخيراً في 17 من أيار عام 2021 المقاومة تقصف بئر السبع وأسدود وعسقلان وقاعدتي تسيلم وحتسور وأهدافاً أخرى برشقات صاروخية رداً على استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، كما واستهدفت المقاومة بارجة للاحتلال في عرض البحر قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية خلال معركة سيف القدس. ومحطتنا الأخيرة في مساء الخير يا وطن مع حالة الطقس. هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارد نسبيا في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. أما غدا فيكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى ناشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج. في نهاية هذه الجولة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الاحتلال يحول القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية استعدادا لمسيرة الأعلام التي ينظمها المستوطنون غدا. المخيمات تصعد احتجاجاتها ردا على استمرار تعنت إدارة وكالة الغوث في الاستجابة لمطالب العاملين فيها.
وفي قصة اليوم تعرفنا على الكفيفة هنادي والتي تحدت الإعاقة ونالت درجة الماجستير بامتياز. بذا نصل وإياكم مستمعين مشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا وطن. كل الشكر للزملاء في غرفة التحكم محمد الزغا ومحمود معطان، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. هذه تحياتي سماح الكحلة، إلى اللقاء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحة وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. هذا البرنامج برعاية بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان. بوابة أريحة الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين.